تعرف على المزيد من الاستعدادات في وزارة الصحة ليوم الغد. معي من غرفة عمليات الوزارة زميلنا محمد بهاء مراسل الحياة الآن، اتفضل يا محمد. نعم نوران، مساء الخير. مساء الخير مشاهدين تلفزيون الحياة. رغم أن الحكومة ألغت رسميا الاحتفالات بالذكرى الرابعة لثورة 25 من يناير نوران، يعني لكن وزارة الصحة يعني استعدت بخطة شاملة برفع حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى، طبعا قطعا بسبب يعني الأحداث التي تحدث من أعمال عنف إن كانت من أنصار الإخوان أو أعمال إرهاب في الأيام السابقة. وزارة الصحة زي ما قلت لك نوران استعدت بخطة شاملة وبالتنسيق مع جميع مديريات الصحة بجميع المحافظات للمتابعة ولمواجهة أي أعمال أو أي أحداث ممكن انها يعني تؤثر على الشارع المصري. معي انا من داخل غرفه اداره الازمات بوزاره الصحه المنوطه بالتنسيق مع جميع المديريات، معي دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره الصحه، يطلعنا اكثر على التفاصيل والاجراءات واليات عمل غرفه اداره الازمات بوزاره الصحه. برحب بيك دكتور حسام. اهلا بيك. مبدئيا احنا متواجدين داخل غرفه اداره الازمات، اولا هي منوطه بايه وايه اليات عملها؟ يعني احنا احب بس اقول الاول احنا مع تاكدنا التام من انه ذكرى ثوره 25 يناير المجيده هتمر بسلام وهدوء، لكن لابد ان نستعد للحفاظ على صحه المصريين. غرفه الازمات هي عباره عن العقل المفكر في وزاره الصحه للاستعداد لاي طوارئ او اي احداث خارجه عن المعتاد، بتتواصل مع ال 27 محافظه لسواء توجيه او متابعه مدى تنفيذ الخطه اللي وضعها وزاره الصحه لاي حدث او اي ازمه تحدث. الخطه وزاره الصحه في 25 يناير هي تتعلق بجزء له علاقه بسيارات الاسعاف، وهي اعاده تمركز سيارات الاسعاف في الاماكن التي يتوقع ان يكون فيها اي احداث. اماكن معينه في محافظات بعينها او ميادين بعينها في تركيز عليها زي ايه يا فندم؟ يعني في القاهره بنتكلم على ميدان التحرير، ميدان النهضه، ميدان الرابعه العدويه، في المحافظات في الميادين الكبيره وفي الطرق التي تحتمل ان يكون فيها احداث. احنا عندنا 2600 عربيه اسعاف موزعين على 27 محافظه، فبنعيد تمركز سيارات الإسعاف، وفي نفس الوقت بنبقى عندنا خط سير يضمن وصول سيارات الإسعاف إلى المستشفيات اللي احنا محددينها اللي مسمينها مستشفيات الإخلاء الأول بأسرع وقت ممكن وبدون المرور بأي عوائق مرورية. المستشفيات برضو أخد فكرة عنها، احنا بنتكلم في مستشفيات عامة احنا بنتكلم على المستشفيات العامة والمستشفيات المركزية، مستشفيات التأمين الصحي، مستشفيات الهيئة، المستشفيات التعليمية، وكذلك في تنسيق تام مع المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة ومستشفيات الشرطة. طيب المواطن يتصل ازاي او كيفيه البلاغ نفسه؟ ممكن نقول الارقام او ان كان في وسيله اخرى للتواصل؟ في عندنا رقم 137 بيتم الاتصال بيه بالاضافه لرقم الاسعاف اللي هو 121. في جهات اخرى حضرتك كلمتني عنها او بمعنى اصح اليه برضو العمل، يعني حضرتك بتبلغ بالحدث مثلا من وزاره الداخليه اولا، ثم حضرتك بتدي الامر بمرفق الاسعاف ان هو يتحرك، يعني اليه العمل؟ هي غرفه الازمات بيبقى فيها السيد رئيس هيئه الاسعاف بالاضافه الى رؤساء القطاعات ورؤساء الهيئات في وزاره الصحه مع ممثل عن المستشفيات الجامعيه وممثل عن القوات المسلحه والمستشفيات الشرطه. في حال حدوث اي حدث يتم الإبلاغ لغرفة الأزمات، وغرفة الأزمات تبدأ تتحرك بناء على نوعية الحدث ومكان الحدث هو فين. من المهم ان احنا نقول ان احنا المستشفيات اللي هي بنسميها خط الإخلاء الأول بيتم فيها التأكد من جهوزية الأطقم الطبية، التأكد من توافر أدوية الطوارئ، التأكد من وجود أماكن خالية سواء في العناية المركزة أو في الاستقبال لاستقبال أي حالات في حال الحدوث. بالنسبة للمخزون بنوك الدم، في يعني في مخزون كافي؟ احنا تم التأكد من جهوزية بنوك الدم ووجود دم جاهز لحدوث اي احداث، وبنعيد تاني التأكيد عليه. في حاجة رابعة بنعملها وهي تشكيل فرق طواقم طبية متحركة، دي بتبقى موجودة في حالة إذا لا قدر الله احتاج أي طاقم طبي في أي مستشفى من مستشفيات الإخلاء إلى دعم بشري بيتم توجيه الطواقم الطبية المتحركة إليه. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أطلعتنا على تفاصيل كافية من عمل غرفة إدارة الأزمات التابعة لوزارة الصحة اللي يعني المنوطة بمتابعة ومواجهة أي أحداث يعني من شأنها يعني من أي أحداث في الذكرى الرابعة لثورة 25 من يناير. إليك نوران. شكرا جزيلا لمحمد بهاء.